شهدت كافة مجالات قطاع النقل في مصر إنجازات ضخمة ونقلة نوعية ملحوظة بعد ثورة 30 من يونيو. وعلى مدار العشر سنوات الماضية تم إنجاز العديد من المشروعات في إطار هذه الخطة، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى تريليوني جنيه. استطاعت الدولة تنفيذ العديد من المشروعات في مجال النقل المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل وفق أحدث النظم العالمية التكنولوجية لتقديم خدمة مميزة للمواطن في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ البحرية. وقد حققت الدولة عددا من الجوائز الدولية في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وتقدمت مصر في 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية لعام 2020، وذلك بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23، فضلا عن حصولها على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق. تعاقدت الحكومة على صفقة توريد 1300 عربة مجري روسي بنحو أكثر من 1 مليار يورو، وكذلك تم توريد 100 جرار سكة حديد حديث من إجمالي 110 جرارات، فضلا عن التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة من إحدى الشركات الأسبانية. تسلمت الحكومة 173 عربة سكة حديد جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ السكك الحديدية بقيمة 1,016,050,000 يورو. كما انتهت الحكومة من التطوير الشامل ل80 مزلقانا، ليصبح بذلك إجمالي ما تم تطويره 497 مزلقانا، وكذلك تم تطوير وصيانة 15 محطة، ليصبح بذلك إجمالي المحطات التي تم تطويرها نحو 176 محطة. كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة أسبانية، فضلاً عن تنفيذ 11 برجاً ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الأبراج التي تم الانتهاء منها 34 برجاً. وإضافة إلى تلك الإنجازات، فقد تم دخول برج أبو حماد في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بنها بورسعيد بطول 214 كيلومتر، والجاري تنفيذه حالياً بمعرفة شركة سيمنز العالمية نظام الإلكتروني الحديث. فيما يتعلق بمنظومة النقل الحديث، انتهت الحكومة من تثبيت أول قطارين من أصل 40 قطارا لمشروع مونوريل شرق النيل، الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ويضم 22 محطة. ولغت نسبة تنفيذ المشروع الإجمالية 28.2%. مشروع مونوريل غرب النيل يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، ويصل طوله إلى 35 كيلومتر، ويخدم قطار المونوريل أكتوبر التوسعات الكبيرة، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي. وتم وصول القطار الأول من 30 قطارا، سيتم توريدها تباعا لمشروع مونوريل 6 أكتوبر.